هو ده الريلي مديول. يبقى في الريلي بتاعنا 3 سوكتات، واحد نورمالي اوبن، واحد اللي هو النيجاتيف او الجراوند اللي بيخش له في النص، واحد نورمالي كلوز. يعني ايه نورمالي اوبن؟ يعني ايه نورمالي كلوز؟ نورمالي اوبن يعني لما الريلي يفتح النور يفتح، اما نورمالي كلوز لما الريلي يفتح اللمبه تقفل. يعني الاثنين دول عكس بعض، بس احنا في التوتوريال دي هنستخدم اللي هي نورمالي اوبن. تمام. الناحيه الثانيه بقى عندنا 3 بنز، عندنا السيجنال البوزيتيف او الخمسة فولت، والنيجاتيف او الجراوند، يعني زي اي سنسور او اي موديول في الاردوينو. بس هو ده الريلي. هنحتاج بقى اكيد الاردوينو، هنحتاج ريلي 5 فولت موديول. تمام. بريد بورد، ليد اي لون مش هيفرق، ومقاومة 220 اوم، واسلاك بقى مشكلة. تمام. هسيب لكم اللينك للحاجات دي، ممكن تشتريها من فين؟ في الديسكريبشن تحت. فتعالوا يلا نبدأ ونشوف اول حاجة هنعملها ايه. يبقى اول حاجة هنعملها ان احنا هنحط ال LED في البريد بورد، وبعديها هنحط المقاومة او الريزيستور عند الحتة اللي فيها البوزيتيف، ونحطها حتة تانية على البريد بورد بالطريقة دي. تمام. وبعديها هنجيب سلك. تمام. وهنوصل الحتة بتاعت الريزيستور ونفتح شانل هنا كده، عشان هنخلي الحتة دي كلها تبقى 5 فولت بالطريقة دي. تمام. بدنا ان احنا عملنا كل ده 5 فولت، فاحنا هنجيب بقى سلك ميل في ميل زي ده، ده كده اسمه ميل في ميل، ناحية فيها حديدة وفيها ورقة، او بلاش حديدة اسمها بن. تمام. وهنوصل ناحية هنا للفايف فولت اللي موجودة في الريلي اللي هي في النص. تمام. نجيب بعديها بقى سلك ميل ميل عادي، ونوصل اخر حتة في البريد بورد للخمسة فولت اللي على الاردوينو بالطريقة دي. تمام. تمام. بعدها بقى نوصل بقى السيجنال اللي على الريلي اللي هو ده. تمام. لبين رقم 3 على الاردوينو. تمام. بنفتح جراوند على البريد بورد، ماشي، ونوصله الجراوند اللي على الريلي. تمام. ماشي. وبعديها هنجيب سلك تاني بس ميل ميل. تمام. زي السلك ده. تمام. وهنوصل واحدة من البريد بورد للجراوند الى الاردوينو، عشان ايه؟ في جراوند يروح للبريد بورد. تمام. وبعديها بقى هنعمل ايه؟ وبعدها هنجيب برضو سلك ميل ميل عادي زي السلك ده عادي، ماشي، وهندخله في النص هنا من الريلي ونربط لغاية لما السلك بتاعنا هيمسك في الروزيتا بالشكل ده. تمام. وبعديها هنجيب سلك ميل ميل تاني ونوصلها باللي جنبها بالطريقة دي. تمام. نربط برضو كويس، ماشي. اللي في النص بقى هيروح للجراوند. تمام. والتاني بقى هيروح للنيجاتيف بتاع ال LED كده. بس كده، هي دي الريلي مع الاردوينو، وهي دي التوصيلات. نوصل. تمام. ونعمل الكود بتاعنا، نعمله ابلود. تمام. اهي نورت. بس اهو الريلي بيفتح والنور بيفتح. بس هسيب لكم الكود في اللينك في الديسكريبشن تحت، هو والسكيماتيك اللي مش متاكد بالتوصيلات دي يعني. وبس، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ونشوفكم في فيديوهات تانية. يلا، مع السلامة.